عسلامة، مساء النور كنت تفرجوا فيها في نص النهار، وصباح النور كنت تفرجوا فيها في الصباح. الفيديو متاعنا اليوم مختلف، حتى حكايته ياسر مختلفة، ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناة عائلة فاطمة ومنظر، وجيم للفيديو كومنتير مزيان كيفكم باش نقدموا شوية. يا سيدي يا بسيدي، كيفاش حكايه الفيديو هذا؟ لما حالة باش تشوفوا تصاور مقلوبه وماهيش بالعرض، لما حالة مانيش انا اللي صورت، اللي صور هو راجلي، خليته باش يمشي للقهوه. يا اخي خي صباح شاد لي الطريق وماشي لي الزغوين. لما حالة الصباح فزينا كالعاده فطرنا، وفي بالي باش نمشيو انا وياه الملاسين ولا باش نهزوا الاولاد يلعبوا. منهاش قال راني تاعب في حالة وما نعرفش شنو، خل نمشي نعمل قهوة في ساعة ونجي. قلت هاو استبطيت في بالي تاعب جوست باش يوصل يعمل قهوة مع صحابه ويرجع مع الحداش هكاك بريسك، ونهار لحد ما يبقاش ديما قليل يبقى قاعد في الدار مكثر يخدم. ايه الحاصل؟ استبطيت شوية من طلبته بالتليفون قلت له وينك؟ قال لي هو انا قاعد نصور لك. قاعد نصور لك مش تصور؟ قلت له شنو تصور؟ قال لي راني مشيت مع صاحبي لزغوي وهاني قاعده نصور لك توا في الفيديو. ليش شدني الضحكه خاطر ما هوش مالف اصلا يصور لي. بقيت مستغربه في عض يعني مش قولوا كيفاش مشيت وما شاورتنيش. مش حكيت ما شاورتنيش يعني ما قلتليش راني ماشي. اخي شدني الضحك قال لي راني نصور لك، قاعد نصور لك في فيديو. شخت حاصل بالضحك في عض باش نعارك ووليت نضحك. هكا مشى للزغوان، الحقيقة هو ما مشاش قبال للزغوان، جوست هزو صاحبو على الموتور على شي التصوير هكاك ما هيش راكحة هكا. وصور لنا شوية غادي هكا، ومن بعد باش يصور لنا شوية في المعبد المياه المنتزه اللي موجود غاديكا. حاولت نركح تصوير لي ماكسيموم خاطر هو ريح نهار، مش ريح شمس مع الموتور ما يركحش اصلا التليفون بالقدام، مش كيما في كهربا هيكا. صور لكم وليت حبيت هاني نهبط الفيديو ان شاء الله يعجبكم. لهنا صور الحناية الموجودة هذيك كانت قبل تهز الماء، فوق القويس هذيك كانت تهز الماء. الحقيقة ما مشيتش انا غاديك لان لهو هو بتبعته اول مرة جابلنا الماء من غاديك محليه ملعين. المحالة ما صورش وقت يعبي في الماء، ما كي متعدي في الطريق دورها دور التليفون البارتي متاعها صورها جيست شوية بنينة مخفيف حلو هو مخفيف هيك. عمل جولة غاديك خذين لي شوية فيديوهات قصار ما همش طوال هاني ركبتهم لكم. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ما تنسوش باش تشجعوا باش تحمسوا باش كل مرة يصور لي مش يفصع من القهوة ويمشي هيك. وشوفوا محليه الطبيعة، محليك الحجر ذاك القديم قاعد منحوت كيف ما هو. هيك اعمل لي جولة خفيفة، كان جت عنا كربة رانا نمشيو للبلايص كيف هيك كما ضبيا الاولاد يتعرفوا على البلايص كيما هكا. هما مش مشكلة هاو صور لنا نجمو نشوفو بالفيديو. كما تشوفوا الاقويس هذيك كلها اقويس، ثم اللي تنحى وثم اللي مازال يعني مازال الاقويس نتاعو اصلا ظاهر المنحنى نتاعها ديريكت. هنا ذي قوس وحده كما تشوفوا في التصويره الصغيره نوبين برشا. هيك خليكم مع بقيه الفيديو ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناه عائله فاطمه ام منظر، وجيم للفيديو وكومنتير مزيان كيفكم. خليكم مع بقيه الفيديو.
ولهنيك قريب يوصل المعبد المياه اللي مشالو المنتزه. في الحومة دي موجودة السبالة وين يعبيو في الماء خارج من عند ربي من العين، هكا صغيرة هكا قريب نوصلو لها. شو محلاه دي المدينة العربي متاعها، شوف منظفها والأقواس هكا توك العين اللي حكيت لكم عليها. دي كما هيش سبالة، جوست عنيك الحلقوم ويخرج ديريكت الماء متاعو. ولهنا ماشيين يسألوا وصلوا لهناك السامبال اللي موجود، الرمز اللي موجود في زغوي، بقاو يدوروا عليه باش يصوروا. سامحوني، بقاو يدوروا عليه باش يصورهولي بالموتور، ومن بعد باش يمشي يسأل وين موجود معبد المياه وباش يتعدى غاديك. شوفوا محلاه رمز تذكاري ذاك، شوفوا اللوحات اللي فيه بالفوساي فوساي، قبلها جبل يا سمح لي. هذه المدينة العربي، لهنيك شدوا الطريق باش يمشيو للمعبد كما قلت لكم. ولهنا يكملوا في الطريق، هاكا البلاك هذيك مكتوبة فيها معبد المياه، وحاطين اتجاه المعبد وين موجود. شوفوا حتى التريتوار اللي تحته مخدوم بك الحجار القديم. لهنا باش يسألوا فانا اتجاه باش يمشيو، يسار ولا يمين، ومن بعد كملوا الطريق متاعها. ولهنا وصلوا لمعبد المياه، كاتبين عليه منتزه معبد المياه، لاني كانوا يدخلوا بالكراهب، يحطوا ثم بارتي تحط فيها الكراهب، وكبير هو على الاخر. شوفوا محلاه، لان التصويره تمشي وتجي. راني قريت توك درس، وباش كي يعود يصور يصور بالعرض
بالطول، قلت له في البحث ما هوش مقبول، الفيديو ما هوش واضح بالقدا. شوفوا لهنا الحجار قديم، شوفوا حتى لونه ما تبدلش. هذاك الجبل وبحثه غابة. هناك كان بالرغم نهار الأحد وموجودين العباد. هنا قاعد يصور. لهنا كمل صورنا بارتي اخرى. ما تنسوش كيما قلت لكم باش تعملوا اشتراك في قناه عائله فاطمه، ومنظر كومونتير مزيان كيفكم، وجيم للفيديو كيما يقولوا الخوف يعلم السبق. يعني كان خايف لينا باش نعملوا عركه هانو سكتني بالفيديو، زعما باش نهبطوا الرجال والزمان كيما يقولوا ما فيهم شمال. على كل حال يعطيه الصحه اللي غطى على حكاية بحكاية أخرى. هكا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم. نبقى لي كنقولكم في الأمان، وكملوا بقيت الفيديو. باي.